السلام عليكم، مرحبا بكم في بليزير كويزين. يوما ان شاء الله كيما مولفين غادي نديرو جوج ديال الروسيت. الاولى تكون خامر معمرين ديريكتومون بلا جينة خضراء قبل ما طيب، وان كيك تفاح. الوغ في العجينه ديال المخامر غادي نحتاجو زلافه ديال الفرص وزلافه ديال الفينو، معلقه كبيره ديال الحليب اون بودغ، ساشي اولا جوج معالق كبار ديال الخميره. انا هنا استعملت كيما ديما الخميره الحبيبه، تقدروا ديروا الخميره المعجونه. معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه، نخلط المكونات من بعد غادي نزيد لهم المدافي. نبقاو نزيدو حتى نجمعو العجينة ديالنا عادي جدا. هنا من بعد ما جمعت العجينة ديالي تدلكات مزيان في العجانة، غادي ندير ليها شوية ديال الزيت وغادي نغطيها بالسلوفان ونخليها تخمر مزيان. دابا غادي ندوزو نوجدو الحشوة. عندنا بصلة كبيرة مقطعة، عندنا فلفلة حمراء وفلفلة خضراء مقطعين تاهوما، نزيدو شويه ديال الابزار، شويه ديال البودر ديال الثومه، شويه ديال الملح، ونزيدو لهم زيت الزيتون. وغادي نديرهم فوق البطاطا يتشحروا شويه. هنا من بعد ما تشحروا غادي نزيد شويه ديال الكورنيشون مقطع صغير، غادي نزيد الطريفات ديال لا داند. وزدت شويه ديال صوص صوجا وغادي نردهم يطيبو. هنا زدت شويه ديال القزبر ومعدنوس، غادي نزيد شويه ديال لاصوص طوماط فهي كتبقى اختياريه. هنا من بعد ما خمرت ليا العجينه غادي نضربها شويه بيدي، دهنت يدي بالزيت لان العجينه خفيفه كتلصق دغيا. هنا غادي نبدا نكون كريات. غادي نبدا نطلق العجينه شويه، غادي نحط الحشوه، ونحاول العجينه نطلقها بلا زيت بلا حتى شي حاجه اولا شويه ديال الزيت باش ما تلصق ليناش وصافي، باش منين نبغيو نلصقوا العجينه بهذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو تلصقينا بكل سهولة. اما الى درنا الزيت ما صعيب تلصق، غادي تحل. غادي نستمر بحال هكا
استمر بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنطلق العجينه، ندير شويه الحشوه الوسط ونجمعها، نعاود نطلق شويه، كنكمل هكا. كما كتشوفوا هنايا تحلات لي العجينه شويه، غادي ناخد شويه ديال العجينه نطلقها مزيان وغادي نحاول نغلفها بها. من بعد ما طيبتهم في المقله ديال الحديد فكيجيو رطبين وهشاش، الحشوه خلاص كتبقى على حسب الذوق. دابا غادي ندوزو نوجدو الكيك بالتفاح. هنحتاج جوج بيضات، البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. غادي نحتاجو ياغورت ناتور، عفوا فاني او لا اي مذاق بغيتو. بنفس الكاس ديال الياغورت غادي نعبرو السكر، غادي نخلطو شويه، غادي نخلطو بلا ما نخدمو الخلاط، انا ما ينتجسو المكونات غير شويه باش ما يتتتوش. من بعد غادي نخدم الباتور عادي، نخلطو مزيان باش يدوب لنا السكر. بعد نفس الكاس ديال الياغورت غادي نعبرو به الزيت، كاس واحد، غادي نخلطو مزيان. بعد نفس الكاس ديال الياغورت غادي نعبرو كاس ديال الحليب وغادي نخلطو اكيد. من بعد غادي نزيدو السكر فاني او لا سكر الفانيلا، وغادي نخلطو. من بعد غادي نبداو نزيدو الدقيق شويه بشويه، فدابا هنايا 625 غرام. هنايا 625 غرام وحده اخرى، هنا غادي نحيد الباتور ونخدم بلو فوي عادي
يدوي، غادي نبدا نخلط مزيان باش ما تكونوليش الحبيبات ديال الدقيق. من بعد غادي نزيد الخمارات او خميرة الحلويات، غادي نزيد جوج ديال الساشيات يعني قياس ديال 17 غرام، وغادي نخلط مزيان. من بعد غادي نشوف واش القوام هو هذاك ولا خاصني نزيد الطحين. فانا كتلاحظوا بان باقي شويه خفيف، يعني عم نزيد شويه بشويه. يعني دابا ضفت 100 غرام تقريبا، يعني 350 غرام. هنايا غادي ندير الكراميل، من الأحسن توجدوا راسكم. أنا هنايا كان عندي الوقت ضيق فدرت هذا الجاهز، لكن عطاني واحد اللون اللي مزوينش، لأنه يعني هو أصلا كحل، يعني كتبان الحلوة بحالة محروقة. يعني من الأحسن نوجدوه لراسنا. غادي نديرو مثلا قياس كاس ديال السكر مع نص كاس ديال الماء، ونخليوه فوق بوطة مهيلة وما نحركوهش. صافي، يكون كراميل واجد. في الأخير زيدولو معلقة ديال الزبدة، فكيبقى أحسن بكثير من هذا الكراميل اللي درت أنا. في الأخير غادي تشوفوا في الفيديو أنه كيبان كحل بحال تحرقات. غادي نحاولو نقادو التفاح ديالنا على الشكل اللي بغينا. غادي نزيدو شويه ديال السكر، غادي نخويو الكيكه ديالنا على التفاح وندخلوها الفران 180 درجة لمدة 35 دقيقة. أكيد العافية من التحت، وبصحة وراحة. نعم، بعد ما خرجناها من الفران هانتوما كيما كتلاحظوا الكيكه كتجي رطبه حشيشه اسفنجيه، ولكن الكراميل خسر ليها المنظر، شي مشكل. وهنا المخمر كيما وريتكم قبيله، كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الوصفات، و الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك. وبصحة وراحة.